وضعها في حراسة المرمى. نايف المديري بالرقم 34 في خط الدفاع محمد الناصر وحسين الخليف وغاليربي وتوصلت في مصنع الفريق الدراعية في تمريرة ولكن مقطوعة حاضرة. وين تروح وين تروح؟ ولكن وصلت إلى هشام النوالي. النوالي بلمسة إلى الشنقيطي بهمسة عند محمد ديبان بهمسة إلى منشان. هنا لفوز الكرة العرضية حاضرة. فوز قدم كل ما لديه قدم كل ما لديه وينفخ ريشم. دقيقة نتحدث. الكرة الماضية ملعوبة غاليربي الندو بالنجم الأمام تفاري باركلية عالية ملعوبة. هنالك الإبعاد من جانب على ما يبدو قائم عرضية أكثر من ذلك. وهكذا هي الأحاديث والأقاويل هم سيكتبون التاريخ. هنا كورة هنالك عرضية عالية جميلة برأسية وبعد ذلك الدفاعات في المكان السليم بتمريرة لديمبلي. ولكن من تواجد هناك ومن بعد الكرة الماضية واستخلص الكرة الماضية ويبحث ديمبلي 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 في الكرة الماضية ويبحث عن تقدم يبحث عن لمسة خلف الدفاعات. ولكن من بعد ولكن بعيدة 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 هشام النوالي الله لها وتصدى لها وقال لا وقال لا وقال لا. التصويبة عادت هذه التمريرة والوجهة إلى غلودي ولكن غلودي غائب تماما غائب تماما. الكرة ملعوبة في الناحية اليسرى في كرة جميلة كرة أكثر من رائعة عاد بها إلى الوراء إلى هشام النوالي غير الاتجاه هنالك إلى يحيى يحيى تونسي تونسي الخضراء ما زالت هنا في وجه لم تخبر بعد يا إياس. الكرة عادت في الناحية هنا تمريرة في منتصف وعمق أرضية هذا الميدان على القضاء لبعض